ياسين احنا امتى نروح البيت؟ انا جوعت وعايزه انام. حاضر يا حبيبتي، هشوف دلوقتي اوتيل نقعد فيه. باشا معاك ولاعه؟ لا والله معيش ولاعه. طب ما تقف يا عم بنكلموه. اهدى بس اهدى. طيب اهدى عشان معايا البنت. اهدى كده. طب اهدى اهدى. بص انا دي كل الفلوس اللي معايا، خدهم وسيب لي بس منهم 100 جنيه. ايه؟ نسيب لك 100 جنيه؟ لا احنا هناخدوا الفلوس كلها ونسيبوكوا تمشي انت والكتكوته دي، مش بنتك دي ولا ايه؟ خلاص يا سيدي خدهم حلال عليك، اتكل على الله. تمام، سلام يا نجم. حبيبة فاكر الراجل اللي رحنا له ساعتها على العمارة؟ روح اقعدي عندنا 5 دقايق وهاجي لك. لا بس منيش لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي انا 5 دقايق وهاجي لك على طول مش هتأخر. ماشي؟ يلا خلي بالك. ها؟ يلا. طلع الفلوس. خدها الغزال وطلع. ما عرفش فلوس بقى ولا مع الولا خدها وجري والله. ما بين كل اللي معايا. وبعدين يا حبيبتي عملت ايه؟ الله اهو بابا جه اهو. انا كنت خايفه قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ مش انا سايب وحشه ولا ايه؟ انا قصدي كنت خايفه عليك انت. ما تخافيش عليا. المهم جبت فلوس؟ يعني مش كلها بس تعالي بقى عشان نشوف ناكل ايه. يلا بينا. تشكر يا حاج تعبناك معانا. عليه يا ابني ولا تعب ولا حاجه. السلام عليكم. ربنا يخليها لك يا ابني. يا رب. مع السلامه عليك. ايه انت خارج؟ انت عايز مني حاجه؟ لا ما استغناش، بس كنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض في شغلنا ونشوف هنعمل ايه بعد اخويا الله يرحمه. متشغلش بالك انت يا عمي بالحاجات دي، انا بس دماغي تروق من موضوع ياسين وهشوف انا هعمل ايه. طب ما تقول لي يا ابني ونقعد مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو احتجت مساعده منك هقول لك. تشوف يا ابن اخويا، وقت ما تحتاجني هتلاقيني. كويس ان انتوا الاثنين هنا، عايز اتكلم معاكم. اتعب يعني لو الموضوع مش مهم قوي يا ريت ناجله شويه. لا مهم. حبايب عمك كتير بيسالوا على ميعاد العزاء. مرات عمك عندها حق. ناس كتير قوي ما حضروش الدفن وبيسالوني على ميعاد العزاء. وانا قلت ما فيش عزاء غير لما ناخد بطاره. ناخد بطاره من مين؟ من اللي قتله. من ياسين. ياسين دلوقتي فارق مصيره في ايد الحكومه. افرض فضل هربان ما لقيناهوش هنعمل ايه؟ لو الحكومه ما عرفتش تجيبه انا هعرف اجيبه. تلاقيش يا مرات عمي. ان شاء الله نعمل العزاء قريب. معلش عشان عندي مشوار ضروري وعايز اقفل المكتب بالمفتاح عشان في ورق مهم. هو انا عارف.